ايه رايك؟ والله خاب اركب يا جماعه، تكفون. اللي متسلف مني حلالكم، اللي انا متسلف منه حللوني، اللي انا ماخذ منه شيء ولا مزعلت حللوني. تكفون. توفي اليوم المنشد الكويتي حسين العجمي الشهير بشبليام عن عمر ناهز 17 عاما، متأثرا بحادث السير الذي تعرض له قبل 5 أيام أثناء عودته إلى الكويت قادما من المملكة العربية السعودية. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة المنشد الكويتي حسين العجمي الشهير بشبليام عن عمر يناهز 17 عاما، وذلك بعد تعرضه لحادث سير مروع قبل أيام في أثناء عودته من السعودية للكويت. وكتب الناشط الكويتي المعروف محمد العجمي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: الله يرحمك يا حسين، أوجعتنا، بنشتاق لك، والله يجعلك شفيعا لوالديك وإخوانك، دعواتكم يا إخوان له. وكان أحد أقارب شبليام قد أعلن أمس دخوله في غيبوبة تامة داخل العناية المركزة بعد الحادث، مشيرا إلى أن حالته غير مستقرة نتيجة النزيف الذي حصل له مع وجود تجمع دموي في الرأس قبل إعلان وفاته اليوم. وأكد أحد أقاربه أن الوفاة كانت ظهر اليوم، وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون ونحن من الصابرين. وتداول مغردون مقطع فيديو للمنشد الكويتي حسين العجمي والشهير بشبليام بعد وفاته، وهو يطلب من متابعينه السماح لو أخطأ بحقهم. وقال شبليام في الفيديو: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللي متسلف مني حلالكم، واللي أنا متسلف منه حللوني، واللي أنا مزعله حللوني. كما تصدر هاشتاج شبليام ترند تويتر عقب وفاته بعدما انهالت تعليقات الناعية من قبل رواد التواصل الاجتماعي الذين دعوا له بالرحمة والمغفرة. وكان الإعلامي محمد العجمي ابن خالة المنشد الكويتي شبليام قال في لقاء تلفزيوني سابق إنه في حالة غيبوبة في العناية المركزة بعد الحادث المروري الأليم الذي تعرض له، مشيرا لبرنامج يا هلا إلى أن علاماته الحيوية في حالة صعود ونزول ولست مستقر. وأوضح محمد العجمي أن تفاصيل الحادث لشبليام هي اصطدامه بجسم صلب أدى إلى نزيف في الرأس، وتوقف القلب مدة 4 دقائق إلى أن تم إسعافه في المستشفى، لافتا إلى أن النزيف استمر معه أياما عدة. والجدير بالذكر أن وزير الصحة الكويتي الدكتور خالد السعيد قد قرر منذ يومين طائرة إخلاء طبي للطفل حسين العجمي لنقله إلى إحدى المستشفيات المتخصصة في الرياض. كما قدم قريب المنشد الكويتي شبليام شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على التوجيه بعلاج حسين العجمي في المستشفى التخصصي بالرياض، وقال أن هذه المكرمة لست غريبة على الملك سلمان. وقبل يومين كشف نواب في مجلس الأمة الكويتي عن تحرك رسمي من وزارة الصحة لنقل شبليام إلى السعودية لتلقي العلاج بسبب وضعه الصحي الحرج، وذلك بعد مناشدات واسعة لنقله للعلاج بسبب تدهور وضعه الصحي. وكان قد تعرض النجم والمنشد الكويتي حسين العجمي والشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبليام لحادث سير مروع، وذلك أثناء توجهه من السعودية إلى الكويت. ونقل حساب العجمان في الكويت عبر موقع تويتر في تفاصيل الواقعة أن المنشد شبليام من أصول سعودية تعرض لحادث سير وهو في العناية المركزة بمستشفى العدان، ولم تتضح حالة شبليام الصحية بعد، فيما تم نشر مقطع فيديو عبر حسابه في سناب شات، وقيل إنه يعود لوالده الذي ذكر أن نجله حسين تعرض لحادث سير وأبلغه الطبيب عن وفاته دماغياً.
ورغم المقطع المنسوب لوالده عبر حساب شبليام في سناب شات، إلا أن منشورا آخر متداولا عبر مواقع التواصل وقيل إنه يعود لوالده كذلك نفى وفاة المنشد حسين العجمي دماغيا. ولفت المنشور إلى أن حالة حسين العجمي حرجة، إلا أنه لا يمكن تشخيص حالته بدقة إلا بعد استقرار وضعه الصحي، في حين تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لابن عم حسين العجمي الذي أوضح أن حسين في غيبوبة تامة ولا توجد فيه أي كسور بسبب الحادث وحالته مستقرة ويستجيب للعلاج. ونشرت إحدى الحسابات المنسوبة لشبليام على إنستغرام عبر خاصية القصص القصيرة توضيحا حول حالته الصحية، مؤكدة على إنه لا جديد بشأن حالته الصحية بعد. وجاء في منشور على خاصية ستوري في حساب المنشد حسين العجمي في موقع إنستغرام عن آخر مستجدات وضعه الصحية، وقال صاحبه إنه شقيقه وأن حالته الصحية لم تتضح بعد، مناشدا الدعاء لشقيقه. وبدوره طلب الناشط الكويتي المعروف محمد العجمي وزير الصحة ونواب مجلس الأمة بالتحرك لتسهيل علاج حسين العجمي. وأكد محمد العجمي أن المنشد حسين العجمي يبلغ من العمر 17 عام، وذلك في رد بشأن تضارب المعلومات عن عمره حيث تبدو ملامحه أقرب للطفولة، وقد عرف الشهرة بين متابعيه وهو طفل. ونشر العجمي صورة أشار إلى إنها تعود للمنشد شبليام وهو داخل المستشفى ومحاط بالأجهزة الطبية داخل العناية المركزة. وكشف في سلسلة تغريدات أن المنشد شبليام يعاني في الأصل من السرطان، وسبق أن توجه إلى لندن في عام 2019 برفقة عائلته للعلاج، وأكد إنه يعاني في الأصل من مشاكل في الجهاز الهضمي ولا يمتلك معدة. وجاء في تغريداته سريد مهم لعلها تكون سبب في شفائه، من حسن حظي صادفته هو ووالده وإخوانه بلندن في شهر 7 عام 2019 وكان برحلة علاج عندما كان يعاني من السرطان. حقيقة كان الولد محبوب لدى الجميع، وكان دائما يصر على تنفيذ طلبات جميع متابعينه ويجبرن للتوقف عشان يتصورون معاه. وتابع: وكنت دائما عندما أعاتبه من الاختلاط بسبب سوء حالته وأيضا بسبب مشاكله بالجهاز الهضمي، وخصوصا إنه لا يملك معدة، كان يجاوبني ويقول لي هذول إخواني ولهم حق علي. والحقيقة اليوم فهمت إنه مع صغر عمره كان هو الصح والدليل تعاطف الناس ومحاولة لإيجاد أي حل لحادثته. شبليام اسمه الحقيقي حسين العجمي، كويتي الجنسية، من مشاهير مواقع التواصل، واشتهر بنشر مقاطع مرئية ينشد من خلالها شيلات خليجية عبر منصة اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، وقد حقق نسب مشاهدات كبيرة، الأمر الذي جعله مشهورا في الوطن العربي ومن أبرز مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي.